بس فهي اصلا يا بنتي امبارح قالت لي وقالت لي ان انت هتيجي تلاقي المكان نضيف، بس انا نفسي اشوف اللي بينظف ده. وانا قوي يا حبيبه، بس مش عارفه هو هنلاقيه فين ده. مش عارفه عادي. ايه ده، مش كان يا حبيبه في حد بيكنس هنا؟ انا يعني لا مش بتخيل. صح، انت كنت ماشيه معايا وشفتي في حد كان واقف هنا؟ ايوه طبعا يا حبيبه. طب هيكون راح فين؟ حتى المقشه بتاعته اهي. ايه يا حبيبه، ده في صوت في البرميل. والبرميل بيتحرك يا رحمه. عفريت يا حبيبه اجري. الحقنا يا بابا الحقنا. في ايه يا بنت، في ايه؟ كل يوم بنلاقي المنطقه بتاعتنا نضيفه ومش بنلاقي حد بيكنسها. يعني ايه يعني عفاريت بتيجي تكنسها يعني وتمشي؟ لا ما مش لغز في كده. كمان ليه؟ النهارده كنا انا ورحمه ماشيين عند الطرقه هناك ولقيناها نضيفه، وكنا شايفين حد بيكنس. اول ما قربنا لقينا الشخص دوت اختفى، ولقينا برميل بيتحرك وبيطلع منه صوت مخيف قوي. ايه برميل بيتحرك وايه صوت مخيف؟ ايه اللي انت بتقولوه ده؟ انت اكيد ما نمتوش كويس. زي ما بقول لك كده بالظبط يا بابا. مفيش من الكلام ده، انت وهي ركزوا كده معايا. انتوا السهر انتوا بتسهروا، الافلام اللي هي بتاعت الرعب اللي انتوا بتتفرجوا عليها دي اللي انا منبه عليكم كذا مره، هي دي اللي اثرت على دماغتكم. لا لا احنا متاكدين ان احنا شفنا حد. برضه هتقولي متاكدين؟ طب اتفضلي قدامي وريني، اديني معاك وهم اشوف. يا ياي يا ياي. ايه يا بود، هو انت ليه مش بتدي تسد عيام كل ما كلمك؟ معلش يا بود، ده بعمل حاجات على الموبايل. ايه ده يا حيا، ايه ده؟ في مقشه هنا. في مقشه؟ اه. طب مفيش حد هنا. فين بقى؟ وديني جايبيني جري وعمالين الحقنا وما لحقناش. فين اللي انتوا بتقولوا عليه؟ يا بابا كان هنا. ما بالظبط برضو يا بابا كان هنا. تعرفوا تروحوا تناموا كويس؟ ما تتفرجوش على اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده تاني بعد اذنكم. لا والله احنا متاكدين من الكلام اللي بنقوله. كان في برميل هنا ومقشة، احنا يعني للدرجه دي مش هنتخيل شخص وبرميل ومقشة مع بعض مره واحده. خلاص بقى سيب شغلي واسيب اللي ورايا واللي قدامي وافضل الف وراكم في الشوارع. اتفضلي يا ست انت وروحي قدامي. يلا البرميل وشخص وما شخص ما تمشي، خليكم في حالكم. ايه يا ابن المقشة اللي انت ماسكها دي؟ انا جايبها ايه عشان نكنس بقى الجنينه بتاعتنا. وتكنس بقى الجنينه ليه يعني؟ ما احنا عندنا المقشة بتاعتنا في البيت. ايه ومعشان بص يا ايه ومدية يا ايه هي كبيره وعصيتك بيها وحلوه. يا ابني لا تكون بتاعت حد. يا ايه مش بتاعت حد. ايه ده؟ الحقي حبال المقشة. المقشة يا رحمه، بقول لك ايه يا عسل. ايه المقشة دي بتاعتكم؟ لا لا، هو انت اللي كنت بتكنس هناك؟ بيكنس؟ اللي انت بتقوليه ده يا انسه، هو انت ما تعرفيش هو ابن مين؟ لا الصراحه يعني ما اعرفش، بس انا بسال سؤال عادي يعني. اصل انا شفت المقشه ديت قبل كده من مية على الرصيف اللي هناك، فعايزه اعرف هي بتاعت مين. بتضل وانت خدت المقشه دي من على الرصيف؟ ايوه يا يعني مصريه، هي مش بتاعت حد. طيب هو لقاها في الشارع وخدها عادي يعني يكنس بقى الجنه بتاعتنا، لكن هو عمره يعني ما هيشتغل الشغلانه اللي في دماغك دي. طيب وانا مش قلت لكم روحوا؟ ايه اللي موقفك هنا؟ لا يا روح احنا كنا مروحين بس لقينا المقشه اللي احنا قلنا لك عليها اللي احنا شفناها. تاني برضو تاني انتوا تاني؟ اتفضلي يلا روحوا قدامي. تقولي ايه ما ركوش الا المقشه؟ المقشه اتفضلوا قدامي. انا اسف لحضرتك، معلش تقريبا ما ناموش كويس وكده فبيتخيل لهم حاجات. ولا اسف ولا حاجه، ولا بس المقشه في الشارع، فهي بتقول له انت كنت بتكنس بالمقشه دي، معرفش ازاي يعني. انا اسف، اسفين لحضرتك، معلش. تمام معلش احنا اسفين. يا لهوي المقشه، المقشه راحت فين؟ استاذ كريم لو جاي يخصمني 3 ايام وانا دلوقتي في حفر الجنيه. يا لهوي مين اللي بس سرقها يا رب؟ يا توحه. ايه يا استاذ كريم، هنفضل 3 ايام في الحته دي ولا ايه؟ لا ما انا كنت بكنس هناك وهناك وكده. تكنسي هناك فين؟ امال فين المقاشه؟ المقاشه بصراحه يا استاذ كريم المقاشه اتسرقت مني. اتسرقت؟ اتسرقت ازاي يعني؟ ما انت ازاي كنت بتكنسي؟ اتسرقت ازاي؟ بص انا الصراحه هحكي لك على كل حاجه. انا لما بلاقي حد معدي بتكسف من شغله، انت بقوم داخل جوه البرميل ده، راحوا بقى سرقوا مني المقاشه وانا ما كنتش شايفه. بتتكسفي ليه؟ هو ده مش شغل زي اي شغل؟ هو الشغل عيب؟ بصراحه يا استاذ كريم انا بنت ناس قوي واول مره اشتغل الشغلانه دي، فعشان كده بتكسف. بتتكسفي؟ لا عشان كسوفك ده انا هخصم 3 ايام وابلغ الاداره بيهم. والنبي يا استاذ كريم لو عملت ايدك لا. بص ايدك انا في نص اليوم. السلام عليكم. سلام يا بنتي. بص ايده ليه؟ مالك بتعاتي ليه؟ في ايه يا حبيبتي؟ مفيش حاجة يا عم. في ايه؟ انطقي. في ايه؟ الراجل ده عمل لك ايه؟ ما عملليش حاجة، ما عملليش حاجة. وحضرتك مالك في ايه؟ وعايز ابوس ايدك ليه؟ حضرتك مين؟ بالراحة بس يا باشا، انت بتتكلم لي كده؟ ايه بتتكلم لي كده؟ انا ساكن هنا في المنطقة هنا. ماشي انت مين؟ انت اصلا انت غريب في المنطقة هنا، انا المفروض اسألك انت رايح فين وجاي منين؟ يا عم احنا الناس دي احنا بننظف هنا. تمام تمام، هي المفروض ماسكة المنطقة دي تنظيف. حلو، ايه بقى اروح واغيب اجي ما الاقيهاش لسه نظفت؟ انت بتقول لي المقشة اتسرقت؟ المقشة اتسرقت؟ مقشة ايه؟ مقشة اللي هيدي خشب كده حبيبتي؟ اه يا عم. ايه ده، يبقى كده كلام ولادي صح؟ هو انت يا بنتي بتستخبي جوه البرميل ده ولا حاجة؟ بصراحة اه يا عم، عشان بتكسف من الشغل اللي انا بشتغل. تكسفي من الشغل؟ تكسفي ليه من الشغل يا حبيبتي؟
شغل عمره ما كان عيب يا بنتي، ده انت اصلا احنا من غيركم ولا حاجه. ليه تتكسفي ليه يا حبيبتي؟ ليه في ايه؟ ايه اللي يخليكي تتكسفي؟ بصراحه يا امو انا بخاف للناس تهني بالكلام بتاعهم او بنظراتهم ديت او يقولوا لي كلمه وحشه ويجرحوني، فعشان كده انا بخاف وبستخبى جوه البرميل. لا يا حبيبتي ما فيش اي حد يقدر يقول لك اي كلمه، الشغل يا حبيبتي عمره ما كان عيب، احنا كلنا هنا عايشين بنكمل بعضينا، يعني وظيفتك دي زيها زي اي وظيفه تانية، زيك زي الدكتور، زيك زي المهندس، زيك زي اي حد موظف، فاهمه قصدي؟ عمرك ما تتكسفي من شغلك يا حبيبتي، انت احسن من اي حد، سامعاني ولا مش سامعاني؟ ولازم تحبي شغلك عشان شغلك يحبك، سامعاني يا بنتي؟ ماشي يا عم. تتكسفيش من اي حد وما تستخبيش تاني، لا ده انت تظهري للناس كلها ويعني وتتفشخري كده بشغلانتك. ماشي يا عم. ماشي؟ يلا، عايزه حاجه؟ وانا اسف كنت اتكلمت مع حضرتك باسلوب مش كويس، بس بنتي صعبت عليا بصراحه، وانت المفروض يعني اللي زي كده يعني ما تدققوش معاهم يعني، وانا المقشه انا هجيبها لك، انا عارف المقشه عند مين، هجيب لك احلى مقشه احلى منها كمان. ماشي يا عم، وانا هحافظ بعد كده على المقشات. خلاص خلاص، وانا مش هبلغ المدير بحاجه. خلاص تمام ماشي، يلا عايزين حاجه؟ تسلم. السلام عليكم. يا بنتي هو انا كل ما اخش عليكي ما لاقيكيش بتذاكري، على طول لابسه السماعه اللي انت لابساها دي وبتسمعي اغاني، ربنا يهديكي يا بنتي وتفتحي كتاب زي اختك كده، اختك مش بتعمل اي حاجه الا لما تذاكر. في ايه يا ماما بتزعقي ليه؟ يا بنتي ما انا كل ما بخش عليكي مش بلاقيكي بتعملي اي حاجه غير تسمعي اغاني، كده حرام، انت داخله على امتحانات نص السنه. يا ماما ما تقلقيش، انا كده كده الامتحانات دي لعبتي، انا كده كده بدخل الامتحانات بفضل ساكته وباخر 5 دقايق بالظبط بغش من صاحبتي. صاحبتك ايه بس يا بنتي؟ يا بنتي ما تتكليش على حد، افرض صاحبتك بقى دي حاله غلط، انتوا الاثنين تسقطوا؟ لا يا ماما، دي شاطره وبتاخد دروس على طول وبتطلع من الاوائل. وانت ليه يا بنتي ما تبقيش احسن من صاحبتك وتطلعي من الاوائل كمان زيها؟ يا بنتي اسمعي الكلام، اسمعي الكلام لوجه الله مره واحده بس، خليكي زي اختك ما بتسيبش الكتاب خالص وعلى طول طالعه من الاوائل ورافعه راسي، انت بقى على طول بتخيبيني كده. انا ماليش دعوه يا امي باختي، ام اختي حاجه وانا حاجه ثانيه خالص. طب خلاص ماشي، افتحي الكتاب بقى ذاكري اي حاجه، انت داخله على الامتحانات. انت ليك ان انا اطلع من الاوائل صح؟ اما نشوف، ربنا يهديك. على فكره يا سلمى ما ينفعش اللي انت بتعملي ده. بعمل ايه يا نور؟ ايه يا سلمى، انت مش رايحه امك على قد عقلها، لان اول ما تيجي تفضلي ترقصي ولما تيجي تخلعي السماعه وخلاص هتعملي نفسك اكنك بتذاكري. يا سلمى ما ينفعش، ماما بتتعب وتشتغل علشاننا وبتجيب لك الكتب، بصي بشيء الفلاني، بصي الكتاب ب 100 جنيه. نور مالكيش دعوه، انا بغش من صاحبتي وانا ضامنه نفسي، خليكي في حالك. طب بصي يا سلمى انا هسالك سؤال. اتفضلي. اقرأي لي كده الكلمه دي وترجميها لي، عشان انا مش عارفاها خالص من بدري وعايزه حد يترجمها لي ومش عارفه. انجليزي؟ لا يا اختي انا ماليش دعوه بالانجليزي، انا كنتش مثقفه. الانجليزي ايه؟ التراب ده. I live in an apartment. There are 5 rooms in the apartment. There is a television in the living room. يا ماما يا ماما يا ماما. خير يا نور؟ في ايه؟ بس يا ماما انا عندي خبر هيفرحك قوي 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 قوي. خير يا نور؟ قولي. يا ماما نجحت يا ماما، طلعت الثانيه على المدرسه كلها. يا بنتي يا حبيبتي نجحتي، الف مبروك، دايما كده رافعه راسي، عقبال اختك الفاشله الثانيه. ان شاء الله يا ماما بقى تنجح، بس انا دلوقتي عايزه حاجه حلوه، انت قلتي لي لما تنجحي هجيب لك حاجه كبيره قوي. طبعا يا نور هجيب لك حاجه حلوه، هجيب لك حاجه كبيره كمان، وبعدين اصلا انا جبت لك الجائزه بتاعتك. يلا بينا. يلا يا ماما. يا لهوي انا هقول ايه دلوقتي لماما؟ دي ماما لو عرفت هتموتني. ما انا اكيد يعني لو ما قلتلهاش اكيد يعني هتعرف من صحابي، صحابي دول هتخبصين بقش بقوم فولة. ايه ده سلمى؟ عايزه ايه يا نور؟ سلمى في الامتحانات جبت كله يا نور، ده انا مستوى 66%. يا لهوي هتقول ايه لماما؟ اقول لها ايه؟ هي كده كده عارفه بسرعه هتعرف يعني عادي. يا لهوي انت هتخش انهي مدرسه؟ المدرسه يا سلمى. كنت صوتك عملت ايه يا اخره صبري؟ بشريني. جبت 66%. يا لهوي 66%؟ معلش يا ماما هعوض الترم التاني وهطلع من الاوائل زي نور. هتعوضي ايه بس الترم التاني يا بنتي؟ اقول لك ايه ولا ايه؟ كنت دايما بقول لك ذاكري وشدي حيلك، تقولي لي انا بغش من صاحبتي، صاحبتك دلوقتي هتنفعك منك لله، ابعدي خسرتي المصاريف اللي انا صرفتها عليكي دي كلها، شقايا كلها راح عليكي. ينفع كده يا سلمى؟ انت المفروض تشدي حيلك الترم التاني عشان ما ازعل ماما، ممكن يحصل لها حاجه بسببك.